أخبار المغربي إيجاز من استوديو قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تيفي. مرحبا بكم. ودعت الساحة الفنية المغربية اليوم المخرج والسيناريست والمنتج المغربي محمد إسماعيل عن عمر ناهز 70 عاما بعد مضاعفات في القلب خضع خلالها الفقيد لعملية جراحية شهر فبراير الماضي. محمد إسماعيل من مواليد مدينة تطوان عام 1951، بدأ العمل في التلفزيون عام 1974، إذ قدم العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية، كان من أبرزها أشتام وداعا أمهات وأولاد البلاد وإحباط ولامورا الحب في زمن الحرب. عرفت صباح اليوم عدة مدن مغربية كطنجة وترودانت خروج عدة مظاهرات للتلاميذ للتعبير عن تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين الذين دخلوا إضرابا وطنيا جاء بعد خوضهم لمظاهرات كبيرة بالرباط الأسبوع الماضي، حيث رفع التلاميذ المتظاهرون شعارات تهم بالأساس مآل الموسم الدراسي الحالي وكذا الامتحانات النهائية المرتقب تنظيمها نهاية الموسم. يلاحظ في الآونة الأخيرة أن وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا صارت أبطأ مقارنة مع بدايتها الأولى بسبب تأخر وصول إمدادات اللقاحات بشكل كاف من الموردين الرئيسيين الصين والهند وفي انتظار لقاح سبوتنيك في الروسي، كما أن تحقيق المناعة الجماعية التي تشترط تطعيم 80% من السكان صار أمرا صعبا في أفق نهاية شهر مايو المقبل. فبعد أن فاق عدد الجرعات المقدمة للمغاربة والمقيمين 6,700,000 حقنة، أدت المنافسة الدولية على اللقاح المضاد لكوفيد 19 إلى تأخر تسلم شحنات جديدة لمواصلة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على بعد أقل من شهر من حلول رمضان، مما قد يؤدي حسب العديد من الخبراء إلى صعوبة تخفيف الإجراءات الاحترازية في المغرب وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للتلقيح التي تم الإعلان عليها. تحول المغرب إلى قبلة صناعة الطيران بالعالم بما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات كتكلفة إنتاج منخفضة ويد عاملة مؤهلة وبجودة تصنيع عالية في الوقت ذاته، وكذا بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية حيث استطاع أن يرتقي إلى مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الطيران، حيث أنه لا توجد أي طائرة تجارية تحلق في سماء الكوكب لا تضم على الأقل قطعة واحدة تم تصنيعها في المغرب، حسب قول السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تمر في أحسن الظروف، وهناك عدة دول تشيد بالمجهودات الجبارة التي قام بها المغرب لإنجاح هذه الحملة الوطنية. وخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أوضح أن مسألة تخفيف الإجراءات الاحترازية هي مسألة متوقفة على تحسن الحالة الوبائية ببلادنا. قالت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية أن تجاربها السريرية على عقارها الموجه للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لم يظهر أي مضاعفات لها علاقة بتجنيد الدم، وأكدت الشركة يومه الاثنين أن فريقا مستقلا من الخبراء أجرى تجارب على اللقاح ولم يرصد أي مخاوف تهدد سلامة وصحة من تم تطعيمهم بهذا اللقاح، كما لم تسفر التجارب عن أي جلطات دموية في الدماغ كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. ويعتبر المغرب من الدول التي اقتنت شحنات كبيرة من لقاح أسترازينيكا لتطعيم المغاربة للحماية من فيروس كورونا المستجد. أعلن زوال اليوم الاثنين المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم سيدي القاسم، وأوضح المعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي القاسم وقعت على الساعة 1 زوالا و11 دقيقة و14 ثانية. نهاية الموجز، إلى الغد.